النبي يا حنان النبي، والله العظيم يا ناس مالينا غير النبي. لما لقيت ان مفيش بنات كتير في مجال الانشاد وان المجال جديد في عمري 20 سنه، جات لي الرؤيه ان انا اعمل فرقه الانشاد. الفكره في الفرقه ان هي كاول فرقه انشاد ديني بنات في مصر، دي حاجه طبعا كويسه جدا للفرقه، بما اني كنت في فرقه قبل كده بس فرقه مختلطه ولاد وبنات، فشويه كنت بحس ان المدرب ما بيديش فرصه للبنات قوي زي الولاد. يعني المسكو فاح المسكو فاح لما ذكرنا رسول الله. طبعا احنا عندنا المجال ده يعني مرفوض تماما علشان يعتبر احنا صعايدة، فلما انضميت انا شفت الاعلان على الفيسبوك فحبيت ان انا يعني اشارك في حاجة زي كده، وطبعا الدعم كان من اهلي، من والدتي ووالدي طبعا يرجع ليهم بعد ربنا. اني اكون فرد في فرقة انشاد ديني بنات كمان خاصة دي حاجة حلوة جدا، وخصوصا لو يعني انا بحب اصلا الانشاد الديني والمدح من زمان والعيلة كلها والاسرة، فالموضوع عندنا حاجة جميلة جدا، يعني كلنا بيشجعوني كلهم ان انا اعمل كده. حدوتة فرقة الحور، حدوتة أول فرقة إنشاد ديني بنات وبس.